تريك صغيرة لتكونوا عم بتفرقوا بالأرقام. يعني كلياتنا باللغة الإنجليزية بس حدا يقلنا 30, 60, 14, 15 نتلبك منصير نقول إنه هل قصد الشخص 13 أو 30, 14 أو 40, 16 أو 60. رح علمكم إذا بدكم خدعة صغيرة. باللغة الإنجليزية teenager اللي هو حدا مراهق، بعمر المراهقة نطلق صفة teenager على شخص. عمر المراهقة هو بين 13 و 19. يعني إذا بدكم التريك هي إنه نحن بس نسمع إنه بالرقم في teen مثل 13 14 19 منتهي بتين اللي هي من teenager بمعنى 13 14 15 اللي هو عمر المراهقة من 13 ل 19. بينما إذا سمعنا تي مثل 40 60 90 عم تنتهي بواي، ما عم نقول تين، عم نقول تي، بتكون 30 40 50. يعني احفظوا عمر المراهقة 13 ل 19 و teenager بلش بتين يعني مراهق، وبالتالي الأرقام اللي بتخلص بتين يعني الأرقام بتكون تحت 20 مش فوق 20.